كيف تقوم بصناعة جهاز قياس درجة حرارة الماء في المنزل وبشكل مجاني وبأدوات بسيطة لن تخطر على بالك؟ تابع الفيديو لتعرف التفاصيل. نحن بحاجة إلى جهاز يقوم بتسخين الماء وتكون لديه شاشة تظهر كمية حرارة الماء. مثل هذا السخان الماء الفوري فهو لديه شاشة LCD تظهر كمية حرارة الماء، فهو بالأصل معطل. سوف أقوم باستخراج تلك البوردة. كما تلاحظون عندما قمت بتمريره مع الكهرباء فشاشة LCD قد أضيئت، مما يعني أن مقياس درجة حرارة الماء الذي هنا فهو شغال. إذا ماذا سوف نفعل؟ إذا نقوم بإحضار مفك براغي أو أي أداة معدنية ونقوم بإزالة هذا الغطاء أو الهيكل البلاستيكي بهذا الشكل. أنا في الأصل سبق لي أن قمت بفتحه من قبل، لذلك أنتم إن واجهتم أي مسامير في هذه المراحل قموا بفتحها. الآن ماذا سوف نفعل؟ نقوم بإزالة هذا السلك الأحمر وكذلك هذا السلك الأزرق، ثم نقوم بسحبهما معا ونقوم بسحب هذه البوردة أو الصفحة الإلكترونية المسؤولة عن قياس درجة حرارة الماء. إذا هذا هو شكلها، لديها 2 من الأسلاك التي تشتغل مع 120 القابس، ولدي هذا الرأس أو المجلس الذي بالأسود هو الذي يقوم بالدخول في الماء ويقيس لنا درجة حرارة الماء. إذا نقوم بإحضار قابس أو فيش أو بريز كهربائي كيفما كان نوعا بهذا الشكل. بطبيعة الحال لدي 2 من الأسلاك، كذلك البوردة أو الصفيحة أو الجهاز الذي يقيس لنا درجة حرارة الماء كذلك لديه 2 من الأسلاك. نقوم بربط الأسلاك الخاصة بالبوردة مع الأسلاك الخاصة بهذا الفيش أو البريز أو بالقابس بشكل مباشر، كل سلك نربطه مع السلك الآخر. بهذا الشكل نقوم بربطهما معا، ثم نقوم بإحضار الشريط اللاصق ونقوم بتغليفة الأسلاك بشكل جيد لكي لا يحدث أي تماس. ومرة أخرى نقوم بإحضار الشريط اللاصق ونقوم بتغليف يعني الكيبل، ثم هذه الصفيحة أو البوردة الإلكترونية بشكل كامل بواسطة اللصاق الأسود. وبالتالي هذا هو شكلها النهائي، كما تلاحظون أصبحت جاهزة واحترافية نوعا ما. والآن نقوم بإحضار 2 من السدادات، الأولى مملوءة بالماء البارد والثانية مملوءة بالماء الساخن، ثم نقوم بإحضار هذا الجهاز الذي قمنا بصناعته وبطبيعة الحال مصدر كهرباء. نقوم بتركيب هذا الجهاز مع الكهرباء مباشرة. كما تلاحظون الحرارة التي أعطوها لنا في المرة الأولى فهي 27 عادية، في الماء البارد فهي 27 لأنه ماء بارد، لكن عندما قمنا بتركيبه مع الماء الساخن كما تلاحظون وصلت الحرارة إلى 43 44 45 تقريبا، يعني أنه شغال بشكل جيد. وكما تلاحظون عوض أن نقوم برمي هذا السخان الماء الفوري في القمامة قمنا باستخراج منه هذا الجهاز الرائع، والذي أغلبكم سوف يستفيد منه هو جهاز قياس درجة حرارة الماء من أدوات بسيطة وفكرة ذكية أصدقائي. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، رجاء لا تفعلوا علينا بإعجاب، شاركوا في قناة فعلوا الجرس لتوصلوا دائما بأحداث الاختراعات والابتكارات. إلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.